ومن جانب آخر، آفاقا مهنية جديدة ألهمت شغف غدي الغامدي من خلال برامج مسار مسك المهارات. طبعا هو أحد مسارات مؤسسة محمد بن سلمان مسك الخيرية، ومهدت لها الطريق لتطلق عنان قدراتها الواعدة. خلونا نتابع مع بعض هذا الشغف. طالبة غدي أحمد الغامدي بالصف الثالث ثانوي علمي. طبعا بالبداية أنا مشتركة مع مسك المهارات، اشتركت طبعا فيها بأكثر من برنامج، كان من ضمنها برنامج اليوم الأول واكتشف مسارك. هذه البرنامجين أثرت علي بشكل إيجابي وغيرتني 180 درجة، من ناحية تفكير، من ناحية دراسة علمية، من ناحية أشياء يعني بالشخصية ممكن إنها تتغير، لأن نكون قابلنا أكثر من شخص، فمن أكثر من شخص ناخذ معلومات، نكتسب صفات وأشياء وأفكار طبعا مختلطة. هذا غير إن أصلا نختلط مع طلاب غير من مجالات غير، فنتعرف عليهم، نعرف هم ايش تفكيرهم، ايش يعني نظرتهم لهذا البرنامج. قبل كان ودي مثلا بالطب، كان هذا اكثر شيء انه لا ابغى طب، خصوصا ان عائلتي في عندي 3 دكاترة في البيت، فكان هذا الاثر انه لا يمكن الطب حلو، يمكن الطب اختياري. بعد مسك اكتشفت لا في اشياء ثانيه انا قادره اني ابدع فيها، مثل الهندسه، انا مره يعني احب هذا الشيء، الامن سبراني، الذكاء الصناعي، الاشياء اللي بالكمبيوتر يعني تجذبني اكثر، حسيت انه لا ممكن هذا يكون مساري صدقي. فبس يعني هذا الاثر اللي انا اكتشفته من مسك، ان انا لا ممكن قبل ما ادخل مسك ممكن اكون جاهله انا ايش ابغى بالضبط، فبعدها لا تغيرت رغباتي وافكاري.